الحقن المجهري، تعداد السيدة في الحقن المجهري، نجاح عملية الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، سيدة عندها تكيس مبايض أنا ممكن من غير معالجة يحصل لها حملة عادي، علاج تأخر الإنجاب، راجل عنده الحيوانات المنوية ضعيف واكتشفتها في التحليل اللي هو قبل مرور عام وممكن من غير ما أديله أي علاج الحيوانات المنوية بتتحسن ويحصل حملة عادي. متابعة الحمل الخطر، الناس اللي عندهم إلا في المية حوالين الجنين لازم يتعمل دوبلر، أشعة تلفزيونية رباعية الأبعاد، ما تقلقوش من الأشعة المهبلية ولا اللبوس المهبلي في أول 3 شهور دي ما فيهاش منها أي مشاكل. عطاء الرحمن يأتيكم الجمعة في 5 مساء برعاية